السر الذهبي للملكة تي. ده اللي احنا هنعرفه في الجزء الثاني من حكاية الملكة تي النهاردة. هنلاحظ ان الملكة تي ان زوجها من كتر حبه لها خصص لها عدد من الأضرحة وشير لها معبد في سيدنجا في النوبة، وبنى لها بحيرة صناعية في السنة الـ12 من حكمه. ظهرت تي بشكل منتظم إلى جانب الملك أمنحتب الثالث في التماثيل والمقبرة والمعبد والجداريات والسفن والمجوهرات والجعارين التذكارية الكبيرة اللي كان دايما يبقوا هما ظاهرين هما الاثنين مع بعض فيها. وكان كمان قرون البقرة وقرص الشمس كانوا هما من سمات الآلهة حتحور، والمعبد في سدنجة هو حلية لمعبد أمنحتب الثالث اللي موجود على بعد 15 كيلو إلى الجنوب منه، اللي كان بيعمل تحية من ملك أمنحتب الثالث للملكة تي. السر الذهبي بقى للملكة تي في عهدها مع الملك أمنحتب الثالث كان بيرجع لشيء في شخصيتها مع زوجها. كانت الملكة تي كانت حكيمة وذكية وقوية وشرسة وقادرة على كسب احترام الشخصيات الأجنبية، وكان لها سلطة كبيرة في عهد زوجها وابنها من بعده. كان الملك أمنحتب رجل دولة عظيم ورياضي ماهر، وكثيرا ما كان ينظر في طلبات زواج من بناته من الملوك الأجانب مثل تشراطة الميتاني وكتشمان إنليل الأول البابلي. أصبحت الملكة تي هي المستشارة الموثوق بها والمثقفة لزوجها. استمرت في تقديم المشورة لابنها إخناتون، وده اللي بان في مراسلات ابنها مع تشراطة ملك ميتاني للتأثير السياسي اللي مارسته الملكة تي. ففي إحدى الرسائل أراد تذكير الملكة بالعلاقات الجيدة مع زوجها أمنحتب الثالث المتوفي ورغبته في استمرار أجواء الود مع ابنها إخناتون. ومن المعروف إنها عاشت بعد وفاة زوجها أمنحتب الثالث لمدة تصل ل 12 عام. امتلكت منزل في إختئاتون اللي هي المدينة المعروفة في المنيا بتل العمارنة اللي اختارها إخناتون عاصمة للبلاد. توفيت بعد 12 عام من عهد إخناتون في عام 1338 قبل الميلاد. وده يخلينا نضع ولادتها في حوالي العام 1398 قبل الميلاد، وزواجها من الملك أمنحتب الثالث كان في سن 14 أو 12 سنة، وترملت في سن 48 أو 49 سنة. من خلال حكايتنا الثانية عرفنا إيه هو السر الذهبي كانت الملكة تي من خلاله قدرت يكون لها سلطة كبيرة في سياسة زوجها أمنحتب الثالث وسياسة ابنه من بعده إخناتون. ده اللي خلاها تاخد المكانة الكبيرة عند زوجها وابنها. وبكده نكون اتعرفنا في الجزء الثاني من حكاية الملكة تي على السر الذهبي للملكة تي اللي خلاها المستشارة الموثوق بها والمثقفة لزوجها أمنحتب الثالث ومن بعده ابنه إخناتون. الملكة تي كانت حديث العالم بسبب احتفاظها بشعرها آلاف السنين حتى اليوم.
ايه هو السر؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث والاخير من حكاية الملكة تيه.